أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بالخير وأهلا وسهلا بكم في البرنامج الأسبوعي عين على اليمن، والذي من خلاله سنتحدث عن كل من الفقرة الأولى من البرنامج مشكلة وحل. سنحاول تسليط الضوء على إحدى أهم القضايا التي تتعلق بظاهرة البطالة بين الخريجين الجامعيين. تعد البطالة الثقب الأسود الذي يلتهم خريجي الجامعات في الوقت الذي تتسع فيه مساحة الجوع والفقر والبطالة في بلادنا، وسط أزمات اقتصادية متصاعدة بسبب الحرب ومسكنات دولية عبر مساعدات إنسانية محدودة تتكدس بشكل مضطرد أعداد غفيرة للشباب الخريجين من الجامعات اليمنية على رصيف البطالة. فهل من أمل يبعث في حياة الخريجين الجامعيين ليحد من ظاهرة البطالة؟ الفقرة الثانية بصمة حواء، سنتحدث بها عن المرأة اليمنية، صوت دون صدى في الحياة السياسية وصنع القرار. في السنوات الأخيرة شهدت نماذج نسائية مشرفة استطعن أن يحصدن جوائز عالمية في النضال الحقوقي والصحفي والسلام حتى في الشأن السياسي، ولكن رغم تأكيد الدستور اليمني على حق المرأة في الانخراط والمشاركة في الحياة السياسية وصناعة القرار، ورغم الجهود النسوية في العشرين السنة الماضية، إلا أن مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية تبقى مشاركة ضئيلة جدا، ناهيك عن الكثير من العادات والتقاليد التي تحكم المجتمع اليمني. فيا ترى ما هي الأسباب التي تجعل حضور المرأة اليمنية في الوقت الحالي منعدما في صناعة القرار؟ أما الفقرة الثالثة ببساطة سنتحدث بها عن الحياة لا تقف على أعتاب أحد. حياتك وحياتي وحياتنا جميعا لا تقف على أعتاب أحد، فهي قطار سريع يمر بعدة مراحل لكنه لا يقف بها طويلا. إذن كانت هذه عناوين محاور حلقتنا لهذا اليوم. نذهب لأول فاصل ثم نعود لمناقشة تفاصيل حلقتنا، فكونوا معنا. إذن لمناقشة قضايا ومشاكل الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ طارق العتيقي، رئيس جمعية شباب جامعيين بدون عمل ومعيد في كلية الآداب بجامعة عدن. أهلا بك أستاذ طارق. أهلا بك أستاذ عبير، ويسعد الله مساءكم بكل خير. في البدء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر قناة عدن الفضائية على إتاحة لنا الفرصة بالمشاركة في هذا الموضوع، وهو يعتبر من أهم المواضيع المتعلقة بالشباب الجامعيين. نعم أستاذ طارق. فهذه الفئة من لا شك بأن الحرب أضرت كثيرا بقطاعات التنمية في بلادنا وتوسيع الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل الذي يشهد تطورات متلاحقة في البلد، والوضع كما يراوح مكانه منذ سنوات. هل بالإمكان أن تحدثون المشاهد عن سبب توسع هذه الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل؟ نعم بالتأكيد، تحيلنا الفرصة أستاذ عبير بتوضيح بعض النقاط. فهو موضوع جميل جدا يتعلق بفئة الشباب الجامعين، وكما هو معلوم فإن فئة الشباب الجامعين هي الفئة الأمثل في أي مجتمع من المجتمعات. فنحن نتكلم على شباب متسلح بالعلم والتعلم، ويرتكز أي مجتمع من المجتمعات على هذه الفئة. فمنهم يعني يخرج من هؤلاء المحامي والقاضي والطبيب والمعلم، ولا سيما أن تدهورت في الآونة الأخيرة بعد الحرب، وتم تهميش هذه الفئة وهي أهم فئة من فئات المجتمع. نعم. لو سمحت لنا أستاذ عبير، دعينا نحدد أهم النقاط أو المحاور.
الذي يمكن لنا أن نتحدث على قضايا الشباب الخريجين. نعم، تفضل. فالمحور الأول فهو تسليط الضوء على معاناة الطلاب قبل التحاقهم بالدراسة الأكاديمية، فمن هنا قد يتعثر بعض الأسر أو معظم الأسر لكونها ليس لديها دخل في التحاق أبنائهم بالدراسة الأكاديمية. كما هو معلوم يعني رواتب بعض الأسر لا تتراوح من 60,000 إلى 70,000، هم لا يستطيعون يعني إدخال أبنائهم أو استمرارية أبنائهم في التعليم الأكاديمي. المحور الثاني أو النقطة الثانية، الشباب الجامعيين في تو يعني أثناء دراستهم، فقد يواجه الطلاب الجامعيين عدة مشاكل أثناء دراستهم، مثل ومن ماذا هذه أهمها المشاكل أستاذ طارق؟ ممكن أن نوضح هذه المشاكل في بعض النقاط. ومن أهم هذه المشاكل عدم القدرة أو القدرة الاقتصادية للأسرة. فكما هو معلوم أن توجد هناك رسوم يجب أن يدفعها الطالب الأكاديمي يعني أثناء دراسته الدراسة الأكاديمية في الجامعة، فبعض الأسر ليس لديها القدرة على دفع تلك الرسوم حتى وإن كانت بسيطة جدا، ناهيك على الرسوم النفقة الخاصة والتعليم الموازي والتعليم المستمر، فهذه تتضاعف الرسوم وتكون رسوم باهظة الثمن. وأيضا النقطة الثانية نقطة المواصلات، فكما هو معلوم أن ارتفاع أجرة المواصلات خاصة في الآونة الأخيرة مع ارتفاع الصرف أو العملة الصعبة، فمعظم الأسر يعني تم توقيف أبنائهم على الدراسة لعدم قدرتهم على دفع تلك أجرة المواصلات. وأيضا النقطة الثالثة هي المناهج أو الملازم، فهذه أيضا تشكل عائق أساسي لعدم وجود يعني مكاتب خيرية تساعد الطلاب على طباعة تلك الملازم بشكل مجاني أو برسوم منخفضة جدا. نعم، ممكن أنا أيضا أن نتطرق إلى دعينا نتحدث عن معاناة الطلاب الملتحقين بالتعليم أيضا الأكاديمي في ظل التحديات والمتطلب في ظل عفوا التحديات والمتطلبات للوضع الراهن، خاصة في الجانب الاقتصادي والسياسي الذي تمر به البلاد بشكل عام وما يعانيه الطلاب الجامعيين بشكل خاص، ويمكن لنا أن نحدد أهمها كما قلت من قبل أو أشرنا من قبل عفوا الرسوم الجامعية. فقلنا هناك رسوم يدفعها الطالب في التعليم النظامي وهي قد تتراوح من بين 15,000 إلى 20,000، وأيضا هناك رسوم تتفاقم تلك الرسوم عفوا أو تتضاعف كما هو معلوم في النفقة الخاصة وفي التعليم الموازي. هذه الرسوم يدفعها للطلاب الذين لا يستطيعون أو لا يتوفقون أو يحالفهم الحظ في التعليم النظامي. نعم، طيب أستاذ وممكن طارق. أيضا أن نعم، نعم تفضل تفضل. عفوا ممكن النقطة الثالثة نوضحها توضيح أهم معاناة ومشاكل الطلاب الخريجين بعد إكمال مرحلة دراستهم الأكاديمية، نعم، هذا هو وهذه محور بحقيقة حلقتنا الأمر لهذا اليوم، أي هو قد يؤدي كثرة الخريجين إلى البطالة. هناك من يرى أن أسباب ارتفاع البطالة في بلادنا ليس فقط بسبب قلة الوظائف، بل يعزى بالدرجة الأولى إلى بعض التخصصات الجامعية التي تدفع بالخريجين في نهاية المطاف إلى مستقبل مجهول أو لا تتوافق مع البيئة التي نعيشها. ما هو تعليقكم؟ نعم، أستاذة عبير، فبحقيقة الأمر هذه من أهم القضايا التي يعاني منها الخريجون، بحكم نحن في جمعية شباب جامعيين بدون عمل، كما هو معلوم لدينا قاعدة بيانات بعدد الخريجين في محافظة عدن، والجميل جدا أن لدينا أيضا قاعدة بيانات للخريجين في كل مديرية من الثمان مديريات في محافظة عدن. فهذا يساعدنا على إيجاد يعني حلول بديلة عن الحلول أو التوظيف في القطاع الحكومي. دعينا نوضح عفوا أستاذ عبير بعض النقاط أو أهم النقاط التي يعاني منها الخريج بعد إكمال مرحلة دراسته، وهي تتمثل في 4 نقاط رئيسية: عدم توافق بعض مخرجات الجامعة لسوق العمل. وإذا تحدثنا عن هذه النقطة ف يعني لا قد لا يتيح لنا الوقت او لضيق الوقت ان نتكلم عنها، لانها هي مشكله يعني وان صح التعبير مشكله
مركبه في سياسه، عفوا وان اصح التعبير قد تكون في سياسه قبول او في قبول بعض الاقسام او فتح بعض الاقسام لعدم مواكبتها او توافقها مع المخرجات او متطلبات سوق العمل. نعم. فتوجد اقسام في الجامعه وهي اقسام علميه، ولا ونحن لا 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 ننقص من اي علم من العلوم، فهو علم بحد ذاته علم جميل، علم لكن ليس قد يكون ليس له قبول او ليس له طلب في سوق العمل. فيجب ان تتوافق سياسه القبول، قبول الطلاب المدخلات مع المخرجات. يجب ان نعمل مسح ميداني قبل ان يتفاقم عدد الخريجين، فبالتالي تكون هذه كارثة. النقطة الثانية شحت فرصة العمل في القطاعات الحكومية، وهذه أيضا يعني نسميها مشكلة كبيرة جدا جدا، حيث أن تفاقم عدد الخريجين من عام 2011 إلى هذا العام لا توجد أي فرص عمل في القطاع الحكومي. فقد تفاقم عدد الخريجين من 2011 إلى هذا العام ما يقارب 40,000 خريج وخريجة، هؤلاء من تم تسجيلهم في الخدمة المدنية عفوا. ويوجد أيضا من لم يسجل في الخدمة المدنية، فإذا هذا العدد قد يكون أكثر من هذا العدد اللي هو 40,000 خريج وخريجة فقط ممن تم تقييدهم أو تسجيل أسمائهم في الخدمة المدنية. قلة الخبرة في الجانب التطبيقي خاصة في المجالات العلمية، لعدم وجود مختبرات بشكل كبير لهذا الخصوص. على سبيل المثال في كلية الهندسة يعني الجانب النظري أكثر من الجانب التطبيقي، فبالتالي يحتاج الطالب إلى تأهيل وتدريب من أجل أن يتواكب أو يتوافق مع سوق العمل. نعم. أستاذ طارق، يبين تحليل توزيع الشباب على القطاعات الاقتصادية المختلفة تركز معظمهم في قطاع الخدمات وبنسبة تقترب من 50% من إجمالي العاملين، يليهم العاملون في القطاع الزراعي بنسبة 35%، ثم العاملون في الصناعة وقطاعي البناء والإدارة العامة. كيف تفسرون أسباب توزيع هذه النسب؟ عفوا أستاذ، لم أسمع، لو تكرمت ممكن لكان تعيد. نعم، يبين تحليل توزيع الشباب على القطاعات الاقتصادية المختلفة تركز معظما في قطاعات أو في قطاع الخدمات وبنسبة تقترب من 50% من إجمالي العاملين، يليهم العاملون في القطاع الزراعي بنسبة 35%، ثم العاملون في الصناعة وقطاعي البناء والإدارة العامة. كيف تفسرون أسباب توزيع هذه النسب؟ نعم، في القطاع الصناعي أو عفوا في القطاع الزراعي نجد أنها النسب 35%، وهذا يعني يعود لعدة أسباب، من أهمها عدم تشجيع القطاع الزراعي، وهذا يؤسفنا كثير وخاصة في بلادنا. لا يوجد تشجيع بشكل كبير في القطاع الزراعي، يعني قد يكون يعني عدم الاهتمام بشكل كبير من قبل المنظمات الدولية أو من قبل الحكومة وإن صح التعبير. فيلتجئ معظم الشباب في القطاع الصناعي أو القطاع الخدماتي، فقد تتوفر الفرص العمل في القطاع الخدماتي بشكل أكبر من القطاع الزراعي. نعم، خاصة في الأعوام الأخيرة نلاحظ بشكل كبير أن القطاع الخدماتي أصبح هو المطلوب في سوق العمل، وأصبح الطلاب إذن هم يبحثون على متطلب سوق العمل. فأصبح الطلاب لا يهتمون اهتماما كبيرا بالعلوم بحد ذاتها، لكن يبحثون فقط كيف أنا أدرس من أجل أتحصل على فرصة عمل، ليس كيف أنا أدرس من أجل ميولي أو من أجل رغباتي، لا، فهم يبحثون ما هو المتطلب لسوق العمل. نعم، سواء كان في قطاع خدماتي أو في قطاع طبي أو في قطاع صحي أو في قطاع زراعي. نعم، تعاد. نعم أستاذ طارق. أيوة، فبالتالي توجه أغلب الطلاب أو أغلب الشباب في القطاع الخدماتي من أجل حصولهم على فرص عمل.
نعم، نأتي نتحدث عن مشاريع التخرج. تعد مشاريع التخرج الذي يعدها طلاب التعليم الجامعي لنيل درجة البكالوريوس وما يعادلها أحد المجالات التي يتضح من خلالها مدى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتتأكد من خلالها الجودة في البرامج التي تطرحها الجامعات. ما هو تقييمكم لمدى ملائمة هذه المشاريع مع متطلبات سوق العمل؟ نعم، فمشاريع التخرج هي قد تختلف من جامعة إلى أخرى، عفوا من كلية إلى أخرى. فإذا لاحظنا في مجال العلوم الاجتماعية أو العلوم الخدماتية، فنلاحظها أنها تتركز على الجانب الخدماتي، وإن لاحظناها في العلوم الإنسانية نلاحظها في الجانب الصحي بشكل كبير تتركز. فهذه قد تواكب متطلبات سوق العمل، وبعضها لا يتواكب مع سوق العمل. فنتمنى أن تكون هناك سياسة في إعدادات مشروع التخرج بما يتواكب أو يتلائم مع سوق العمل. معظم الطلاب يهتمون كيف تحصلهم على أكبر درجات في مشروع التخرج. نعم صحيح. بغض النظر على مدى الفائدة المجتمعية لهذه المشاريع التخرج، قد تواكب أو لا تواكب. فمعظم الطلاب ينظرون منظور كيف تحصل على أكبر درجة ممكنة في مجال مشروع التخرج، و يعني يجعلها كمرحلة ثانوية، يعني مدى استفادة المجتمع من هذه المشاريع التخرجية. فبعضها قد يفيد المجتمع والبعض الآخر لا يفيد المجتمع، لكن يكون عبارة عن بحث علمي لا غير. نعم، في الوقت الذي يتخرج فيه آلاف الشباب من الجامعات والكليات سنويا، يصطدم الغالبية العظمى منهم بواقع وظيفي صعب يخالف تصوراتهم وآمالهم التي حلموا بها طوال سنوات دراستهم، وتضخم هذه الشريحة الكبيرة من الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل وتعدد مشاكلها وأزماتها تتطلب حلولا عاجلة. ما هي الحلول العملية التي ترونها مناسبة لمعالجة الواقع الوظيفي للخريجين؟ جميل جدا أستاذ عبير أنك طرحت هذه النقطة، وهذه من أهم النقاط وأهم الحلول. فإذا أردنا أن نعمل أو نقوم بحل حقيقي لهؤلاء الشباب، فعلينا كما نحن قمنا، عفوا إذا أتحت لنا الفرصة، أن نتكلم عن جمعية شباب جامعية بدون عمل. هذه الجمعية هي جمعية شبابية بحتة، أنشأها مجموعة من الخريجين بحيث أن يكون لنا كيان رسمي ومعترف أمام السلطات المحلية وأمام المنظمات الدولية وأمام منظمات المجتمع المدني. فالهدف من أهداف إنشاء الجمعية التدريب والتأهيل الشباب الجامعيين لما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. قد يكون خريج أو طالب دارس من 4 سنوات في كلية العلوم الاجتماعية، وقد تتراوح دراسة في العلوم الإنسانية أو الصحية أو العلوم الصحية أو العلمية ما بين 4 سنوات إلى 6 سنوات. فعند تخرج هؤلاء الخريجين يحتاجون إلى تأهيل وليس يعني دراسة، تأهيل حقيقي يتواكب مع سوق العمل، مع متطلبات سوق العمل. فنحن أنشأنا في كلية الآداب جامعة عدن، طبعا الشكر موصول لرئيس جامعة عدن ممثلة بالرئيس رئيس الجامعة الدكتور الخضر ناصر الأصور، هو من بحقيقة الأمر مد لنا يد العون ودعمنا في دعم معنوي في كيفية تأهيل وتدريب الطلاب الخريجين. وأيضا الشكر موصول لعمادة كلية الآداب ممثلة بالدكتور جمال الحسني، وهو أيضا من مد لنا يد العون وشجعنا في إقامة بعض الدورات في جانب تدريب وتأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل. فهذه الدورات ليس هي مقصورة على كلية بحد ذاتها، بل هي شاملة لكل طلاب خريجين جامعة عدن. والحمد لله تم تدريب مجموعة كبيرة في مجال العلوم الصحية في قطاع التمريض بالشراكة مع جامعة عدن كلية التمريض، وكانت تحت شعار تأهيلي ثم توظيفي. نعم. فنحن نقوم بتأهيل ليس تأهيل عبثي، لا، تأهيل بعد مسح ميداني
بعد يعني مسح ميداني ونرى ما هي متطلبات سوق العمل، ما هي احتياج فرص العمل الذي ممكن أن نوفرها لرجال الأعمال. فقمنا بمسح ميداني بسيط، فشفنا أكثر احتياج مثلا في القطاع الصحي، في المستشفيات الخاصة، فكان في مجال التمريض. فقمنا الحمد لله بتدريب مجموعة من خريجين العلوم الصحية في مجال المختبرات، في مجال الطب البشري، في مجال الأسنان، في مجال الأشعة. قمنا بتدريبهم في مجال التمريض، وبعد ذلك تم الحمد لله توظيفهم في بعض المستشفيات. فكان الجميل في الأمر أن كيف ندرب ونوظف في نعم القطاع الخاص وليس الحكومي. كما هو جميل. معلوم أن في القطاع الحكومي لا توجد فرص عمل، فما هي الخطط البديلة؟ الطلاب يصطدمون بواقع، لا يتحصلون على فرص عمل في القطاع الحكومي، موقف الفرص العمل، لا توجد فرص عمل. نحن التقينا الأسبوع الماضي بمعالي الوزير الدكتور عبد الناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية، ووضعنا بعض الحلول من أجل الحد من البطالة في أوساط الشباب الجامعيين. نعم فكان من ضمن الحلول أن نعمل ورشة عمل نجمع فيها رجال الأعمال ومجموعة من الخريجين والسلطات المحلية. كيف ممتاز. نعزز الثقة بين رجال الأعمال والخريجين؟ كيف يكون استجابة حقيقية وتوظيف حقيقي، وليس توظيف أضع السي في حقك وأضع ملفك فإذا وجدت أقرب فرصة سيتم اتصال بك أو توظيفك؟ لا، نحن نريد توظيف حقيقي، يعني تعاونا من قبل رجال الأعمال بتوظيف هؤلاء الشباب، خاصة من هم أبناء المنطقة. وإن أعطوا لهم فرصة في العمالة وكان حتى بنسبة 20% أو 30%، فهذا شيء جميل جدا. أما أن يكون رجل الأعمال يقول لك أنا حر والله في رأس مالي، أنا أوظف من أريد، أنت ما بتجي تملي علي شروط. لا يا أخي، أنا ما باجي أملي عليك شروط، أنا فقط سأقوم بمساعدتك بالبحث لك على خيار أفضل، بشخص مؤهل أفضل ممكن أن تتعاون معه فقط في توظيفه. نعم فتنظر إذا كان عمله ممتاز استمر في هذا العمل، إذا كان عمله غير ممتاز ممكن أن تستبدل بشخص آخر. نعم جميل. طيب أستاذ فكان من طارق، ضمن الحلول اللي هو هناك سؤال يطرح نفسه، بعض الخريجين ممن لا يجدون نعم وظائف حتى الآن، هل تنصحهم باللجوء لأعمال قد لا تتلائم مع تخصصهم، أم ينتظرون لأجل غير مسمى وظيفة تتلائم مع تخصصهم الدراسي؟ والله في حقيقة الأمر يعني الفرص في القطاعات أو في المجالات الحكومية صعب، وأيضا في القطاعات الخاصة أيضا يوجد صعوبة كبيرة في إيجادها. فليس من المهم أو من الضروري أن أنا يعني أتوظف أو أشتغل أو أعمل في مجال تخصصي أو في مجال ما تخرجت به. لا يا أخي، أنت ممكن، أنا أتعامل مع خريج، فأنا أنظر ما هو متطلبات سوق العمل، ممكن أهل الخريج لاحتياج سوق العمل. فعلى ممتاز. سبيل المثال، فنحن أقمنا بعض الدورات في جانب العلوم الصحية كما أشرت من قبل، هو في مجال التمريض. فكانوا خريجين معنا في مجال الأشعة، في مجال الصيدلة، لم يتواجدوا فرص عمل فيها، فقمنا بتدريبهم في مجال التمريض وأوجدنا لهم فرص عمل في مجال التمريض. فهذا الشيء ممتاز. جميل، أنا مش معناته عيب أو نقص في حقي إني ما أشتغل في مجال تخصصي أو في مجال ما درست به من قبل أو ما تعبت وخلال 4 سنوات أدرس شيء وبعدين أجي أشتغل في شيء آخر. لا، جميل. هذا معناته ليس عيب، إذا أنا ممكن أن أشتغل بأي شغلة خاصة في الوقت الراهن. نعم. بعد ذلك إذا أتاحت لي الفرصة أن أشتغل في مجال تخصصي، هذا جميل جدا. لكن أما أجلس أنا منتظر متى يعني تتاح لي الفرصة أن أشتغل في مجال تخصصي، فهذا يعني يسبب دمار، وخاصة يصبح الشخص الخريج عالة يزيد على من البطالة. أسرته وعالة على مجتمعه. نعم. إذن نعم أستاذ، الأستاذ طارق العتيقي، رئيس جمعية شباب جامعيين بدون عفوا عمل. أستاذ، نعم تفضل عفوا أستاذ، في نقطة هنا مهمة جدا يعني لم نذكرها، تفضل. وهي يعني تواجد فرص عمل في القطاعات العسكرية، وهذا شيء مؤسف جدا جدا جدا، مما تم يعني دخول أو انخراط عدد كبير من الشباب الخريجين في القطاع العسكري، وعدم يعني إنزال أو فتح باب الدرجات الوظيفية في القطاع المدني. فنعرف بالتالي يلجؤون مجموعات إلى كبيرة القطاع من الشباب، العسكري. نعم يعني فتح قطاع في يعني فتح فرص عمل في القطاع العسكري، وهذا يسمى استنزاف للثروة البشرية.
لم تقام الدول المتقدمة مثل ماليزيا مثل سنغافورة إلا بالتعليم والتعلم. فنحن اليوم نقوم بعملية إهدار حقيقي للشباب، للثروة البشرية، للعقول المفكرة. صح، قد يكون حقيقة يجب علي أن أدافع عن بلادي، أدافع عن وطني، وهذا واجب علي، لكن ليس على حساب إهدار الثروة البشرية، العقول المفكرة. هذه ممكن أن نستخدمها ونستثمرها، فإذا تم استثمارها استثمار حقيقي فهي ستحقق عائدات لا تقل عن النفط والمعادن. نعم، فبالعقول البشرية تبنى الأوطان، وبالجهل تهدم الأوطان. نعم، فمن خلال قناة عدن الفضائية لدينا مناشدة بسيطة لفخامة الرئيس الأخ عبد الرب منصور أن يهتم بهؤلاء الشباب. هؤلاء هي الثروة البشرية، هي من سيبنوا الوطن، هم سيكون منهم الطبيب، ومنهم المهندس، ومنهم القاضي، ومنهم المحامي، ومنهم المعلم. فنأمل ونتمنى أن لا يتم إهدار هذه الثروة البشرية. وكما نناشد ونخاطب رجال الأعمال عبر قناة عدن الفضائية أن يتعاونوا معنا في توظيف هؤلاء الشباب، وأيضا في دعم المركز الذي نقوم بتأهيل وتدريب الشباب لمتطلبات العمل، وأن يمدوا لنا يد العون، لأن معظم الشباب انخرطوا في السلك العسكري. كما أيضا نناشد دولة رئيس الوزراء بفتح عاجل للدرجات الوظيفية التي تم إقفالها من عام 2011 إلى هذا العام، ولا توجد درجات وظيفية إلا في القطاع العسكري، كما وفروا في القطاع العسكري والأمني. نتمنى من الدولة أن تتوفر في القطاع المهني، في القطاع المدني، من أجل أن يتسنى لهؤلاء الشباب فرص عمل يعيشوا منها ويعولوا أسرهم، حيث أن معظم الشباب يعني درس وتعب واجتهد، ويعلم الله كيف وصل إلى هذه المرحلة، بعد ذلك يشوف نفسه كأنه عالى على المجتمع وعالى على أسرته. وكما نناشد رجال الأعمال أن يمدوا يد العون نعم، للشباب، وأن يكون لديهم نية صادقة في التعاون مع هؤلاء الشباب، وخاصة أن يتعاونوا مع جمعية شباب جامعية بدون عمل في يعني إنشاء برنامج ودعم هذا البرنامج، برنامج تدريب وتأهيل الشباب الجامعيين الذي هو في كلية الآداب جامعة عدن، ويقوم بتأهيل الشباب الجامعيين نعم وتدريبهم لسوق العمل. نعم والشكر موصول لرئاسة جامعة عدن ممثلة بالدكتور الخضر ناصر الأسور على نعم ما قدمه معنا في تدريب وتأهيل الشباب الجامعيين، وأيضا عمادة كلية الآداب على إقامة هذا البرنامج، برنامج تدريب وتأهيل الشباب الجامعين. شكرا ونشكر جزيلا أيضا، لك. والشكر موصول لقناة عدن على مدى استضافتها لنا. وفي حقيقة الأمر هذه القضية من أهم قضايا المجتمع، نعم، ونتمنى إن شاء الله في القريب العاجل أن توجد حلول بديلة لهؤلاء الشباب، وأن يتاح لهم الفرصة أقل حاجة في القطاعات الخاصة، لا سيما وهي موقفة في القطاعات الحكومية. إن شاء وشكرا الله، لك يا أستاذة عبير، إن شاء والشكر الله بإذن موصول الله لك تعالى. شكرا لك وعلى وأهلا تعقيدك وسهلا بك. وتحملك طول شكرا هذه لك الفترة معنا. الأستاذ طارق العتيقي، رئيس جمعية شباب جامعيين بدون عمل ومعيد في كلية الآداب بجامعة عدن. شكرا جزيلا لك. ما زلنا مستمرين معكم بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم من جديد في الفقرة الثانية، بصمة حواء. المرأة اليمنية صوت دون صدى في الحياة السياسية وصنع القرار. من الناحية النظرية تتفق تقريبا جميع الأحزاب السياسية اليمنية بمختلف توجهاتها
حول أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي، لكن حضور نصف المجتمع في مواقع صنع القرار داخل الأحزاب وفي مؤسسات الدولة يكاد يكون منعدما. المرأة لا تصنع الحرب لكنها أكثر الناس تضررا منها، وعلى الرغم من فشل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإشراك المرأة بصورة هادفة في عملية السلام، إلا أنه كان هناك الكثير من إسهامات المرأة في عملية بناء السلام خلال فترة الحرب، ونشأت شبكات وتحالفات نسوية جديدة، وفي بعض الحالات استوعبت هذه المنظمات النساء اللاتي يلتمسن الحماية من خلال العمل الجماعي، لا سيما في المحافظات الخاضعة لسلطات الميليشيات الحوثية، حيث استهدفت هذه الميليشيات الناشطات بصورة وحشية. هذه الشبكات تعمل على جهتين أو جبهتين، تتمثل في السعي إلى إشراك المرأة في مفاوضات وعملية بناء السلام وتعزيز صوت المرأة اليمنية في المحافل الدولية من جهة، والتصدي للعنف القائم على النوع الجنس ودعم مجتمعاتهن المحلية من جهة ثانية. فمشاركة المرأة وتمكينها يلعب دورا أساسيا في تعزيز الاستقرار والمصداقية، حيث أثبتت التجارب في العالم أن دعم النساء وتمكينهن مناصب قيادية مؤثرة تساهم بشكل كبير في مكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار السياسي في المجتمع، وهو الأمر الذي ما تزال حواء اليمن تناضل من أجله، وهي حقوق كفلتها كل الشرائع السماوية باعتباره حقا إنسانيا. وبالتالي تتطلب هذه الحقوق حملة توعوية شاملة ومؤثرة لسماع صوت المرأة الذي ينادي بالسلام وتثبيت الأمن المجتمعي والاقتصادي وفق أسس استراتيجية تحدد مهام وواجبات كافة شرائح المجتمع. ويرجع سبب غياب المرأة عن موقع صنع القرار ناتج عن تدني ثقافة المجتمع بأهمية دور المرأة بشكل عام وداخل الأحزاب السياسية نفسها، ذات الأحزاب أو ذلك أن الأحزاب السياسية والتنظيمات لم تعطي المرأة حقها في المشاركة السياسية. إذن مشاهدين الأعزاء، للحديث أكثر عن هذا تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة زعفران زايد، عضو الهيئة الاستشارية بوزارة حقوق الإنسان. يسعد مسائك أستاذة زعفران. مساء الخير، يسعد مسائك. أهلا وسهلا بك. بداية أستاذة زعفران، هل لك أن تحدثين عن أهم المعوقات التي تقف عائقا أمام المرأة اليمنية في الوقت الراهن، والتي من شأنها تعرقل مسال حضورها كحضورا فاعلا في عملية السلام وصنع القرار؟ كانت مقدمتك رائعة، وربما التمست كثير من الأسباب يعني التي ممكن أن نشرحها. أولا الحرب، يعني الحرب ساهمت كثير جدا في وضع المرأة كهدف. أصبحت المرأة أصلا معيلة، تحملت كثير من نتائج الحرب إن لم تكن هي مشاركة طبعا في الحرب، لم تكن المرأة أصلا صاحبة قرار في الحرب، ولكن أيضا لم تكن ولم نجد لها حضور أو كلمة في صناعة السلام الذي من الممكن أصلا أن يحدث فعلا على بمساهمة أيضا من النساء، كون النساء في المجتمعات المتقدمة في كل المجتمعات لا تمثل نصفه فقط، يعني إن لم يكن كله، كونها المعيلة، المرأة المربية، الأم، الأخت، الزوجة، يعني قد تكون الركيزة الأساسية داخل كل بيت هي المرأة. نعم. يعني استهدفت المرأة بشكل كبير جدا، بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. ربما أنتم تسلطون الضوء في الحلقة هذه على الجانب غير المباشر، وهو ما يتعلق بالتهميش، حيث أنها أصبحت المرأة حاضنة لقرارات السياسيين وآرائهم وتوجهاتهم، ولم تكن شريكة أبدا في صنع القرار، وأيضا لم تكن موجودة للأسف في جهود التنمية، في جهود الإغاثة، في جهود التي تبناها الدولة. يعني نتحدث عن الجانب الحكومي، لم تكن موجودة بالشكل المطلوب، على الرغم من أن المرأة اليمنية أثبتت صمود وأثبتت حضور إلى جانب الرجل، ولدينا أكبر مثل على ذلك كل النساء النازحات في محافظة مأرب، ليست نساء عاديات، كل هؤلاء النساء يحملن كرامة
هؤلاء النساء التي رفضن أن يبقين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، رفضن أن يسلمن أطفالهن لكي يصبحوا أصلا ضحايا للتجنيد أو للحشو العقائدي. كل هؤلاء النساء لم نجد لهم أصلا قالب أو طريقة لاستيعابهم. يعني هنالك كثير من الوزارات المعنية للأسف في اليمن، ولكنها لم تلتمس فعلا وبشكل خاص احتياجات المرأة، لم تضعها أيضا ضمن صناعة القرار، كون المرأة أيضا أكثر من يعي حقيقة المشكلة، كونها مشكلتها أيضا، وإلى جانب أنها أيضا تعي المشكلة المتعلقة بالأطفال. نعم، لأنه كل البرامج التي يمكن أن توجهها للمرأة هي أيضا تخدم بشكل كبير جدا الأسرة بشكل عام وخصوصا الطفل. نعم. طب أستاذة زعفران، هناك من يرى أن ثمة معوق ذاتي، وهو أن النساء اللاتي وصلن إلى صنع القرار وخاصة لم يعملن على تغيير الصورة النمطية عن المرأة العاجزة عن اتخاذ قرار، أو أن يقدمن صورة جديدة للمرأة تعكس تطلعاتها. كيف تقيمين واقع مشاركة المرأة السياسية في بلادنا؟ دعينا نتحدث ليس عن الجانب السياسي، لأن المرأة أصلا مشاركة سياسية. دعينا نتحدث عن منظومة متهالكة من النساء للأسف، يعني يقدمن أنفسهن أيضا في شكل تكتل. هذا التكتل تشوبه كثير من الأمور، من بينها طبعا أولا أن التكتل أشبه بالوراثي، يعني خرج الناس يعني من أجل المطالبة بالحريات وغيرها وكذا، يعني وحرية التعبير والتداول السلمي للسلطة وأشياء كثيرة يعني. وهذه الأصوات نفسها التي تتحدث عن التداول السلمي للسلطة، والتي تتحدث عن الشفافية، والتي تتحدث عن كل المبادئ والقيم ومنظومة القيم الحقوقية، هي ما تزال نفسها من تنتهك هذه الحقوق وتهمش المرأة. على سبيل المثال، هنالك كثير، انا اريد ان اذكر بعض التشكيلات او بعض الاسماء بالذات يعني التي تحتكر مناصب منذ 30 و40 سنة ده في اماكن معينة، وقامت بتأهيل بناتها وحفيداتها وما الى ذلك. يعني مثل هؤلاء النساء التي يتحدثن عن المرأة وعن الحرية وعن كذا، ويقدمن أنفسهن للأسف يعني لكثير من المعنيين يعني بالملف اليمني، على أساس أنهم من سيصنعون السلام، وأنهم الحل بالنسبة للسلام، وهم صوت المرأة. صوت المرأة غيب، صوت المرأة مهمش، صوت المرأة غير موجود. نجد تضامنا ونجد توجه مختلف تماما، بعيد تماما، وكأنهم يعيشون في كوكب آخر، يعني في دول أوروبا وأفريقيا وأمريكا وفي دول مختلفة، لكن لا نجد لهم أبدا ارتباط عملي، ارتباط واقعي يعني بالمرأة الموجودة على أرض الواقع. يعني هم يتحدثون عن أشياء بعيدة تماما، كأنهم يتجاهلون أصلا المرأة مثلا تسحق تماما. المرأة تبحث عن أسباب العيش، لم تعد تبحث عن أسباب أو حرية التعبير، أصبحت تبحث عن حرية الحياة. نعم. يعني بعض هذه الأصوات عندما نراها بعيدة تماما، يعني ربما نصاب بخيبة أمل أكبر، خيبة أمل مضاعفة في أن تكون هنالك أصوات للنساء فعلا تلتمس هموم النساء الحقيقية. لأنه عندما تتحدث أنت على معايير وأشياء يعني ربما هي مشابهة لأوروبا وغيرها، مثل على سبيل المثال يعني المرأة الآن تقتل داخل بيتها، مثل ما قتلت ختام العجاري وأصيلة الدودحي وجهاد الأصبحي، تقتل في عقر دارها بشكل مباشر، يؤخذ منها طفلها ويجند. تحتاج أصلا للإيواء، ليس يعني الإيواء، تحتاج للمخيم داخل مأرب. ونجد من تتحدث وتشغل الأمم المتحدة وتشغل موقعها ومنصبها في الحديث عن الكوتا. طيب هل هذا وقت للبحث عن هذه الأمور؟ صحيح أن هذه الأمور أصلا هي أشياء مهمة، ولكن يوجد اعتبارات، يوجد حتى يعني في المنظمات الدولية، وهذا يعيه الجميع، يعني أنها تعمل وفق مبادئ. يعني عندما تكون أنت في حالة حروب وكوارث، تكون أنت تبحث عن أشياء مبقية على الحياة، أشياء أساسية، هي مثل السلع. يعني هنالك ضروريات مبقيات على الحياة، وهنالك احتياجات، وهنالك كماليات.
نعم. بنفس الطريقه قيسي عليها كل ما سبق. نعم. ولكن نتمنى اصلا من السلطات المحليه في المناطق المحرره ان تعطي المراه مساحه كبيره جدا في صناعه القرار، في المشاركه ايضا في التخطيط، لانه اذا غابت المراه في عمليات التخطيط، وخصوصا ان المراه ايضا اكثر امانه، المراه اكثر جديه، المراه اكثر واقعيه، اكثر التزاما، اكثر يعني حتى بالدوام، واقل فسادا، اقل من ياخذ الرشوات، نعم. اكثر طيب وطنيه. استاذه زعفران، ناتي نتحدث في رايك الى اي مدى يعكس الحراك النسوي في الواقع اليمني التطلعات التي تنشدها المراه اليمنيه ونمو وعيها بحقوقها وقدرتها على التغيير؟ صراحة أنا تكلمت عن بعض الحركات وبعض الشبكات، يعني أنها بعيدة تماما يعني عن أرض الواقع، ما يحدث على الأرض وما تحتاج إليه له المرأة الآن اليوم ليس ما تطالب به بعض النساء من مطالبات بعيدة تماما عن أرض الواقع، لأنه نجد مثل هذه المطالبات تأخذ حيز في مثلا في الأمم المتحدة وفي إحاطات المبعوثين وفي تقاريرهم، وأيضا تكون أيضا صورة عن اليمن بعيدة تماما عن المأساة الحقيقية الموجودة فيها المرأة اليمنية داخل اليمن، تكون التقارير أصلا وتكون الانطباعات مختلفة، وكأننا نتحدث عن دولة فيها استقرار وفيها تنوع سياسي، والصراع أنه مجرد صراع سياسي فقط. الصراع ليس صراع سياسي، لم يكن الحوثيين يوما ما سياسيين، ولم يكونوا أيضا حزب سياسي، يعني هذه ميليشيات عقائدية جرفت الحياة السياسية كاملة. كيف يتحدثوا عن الحريات؟ الحوثيين يحكمون بالإعدام على الصحفيين، حتى على الناشطات. نعم صحيح. تحاكم النساء، تحاكم حتى عارضة الأزياء. يعني نعم. لم نجد لهؤلاء النساء التماس حقيقي لواقع المرأة، أو كشف حقيقي لما يحدث في المرأة، وربما يعني يعود السبب في ذلك أن كثير من القيادات، قيادة المجتمع المدني، هو صنع بعناية من قبل سنوات من أجل أن يخدم الميليشيات الحوثية بطريقة أو بأخرى. من بين هذه الطرق هو تمييع الجرائم التي تمارسها الميليشيات الحوثية، وتبييض ساحة الحوثيين، وجعل أيضا كثير من الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية وكأنها في المناطق الرمادية، كأن مرتكبها مجهول. يعني كثير من الممارسات التي تمارسها مثل هذه النساء، أيضا شغلهم لكثير من المناصب وكثير من الفرص الموجودة لليمن في إحداث يعني سدهم للفراغ هذا بكلام ليس له أي معنى أو ليس له احتياج حقيقي في الوقت الراهن. نعم. وعدم تعريتهم نهائيا لما تقوم به الميليشيات الحوثية، هذا يثبت أصلا تواطؤ كثير من هؤلاء الناشطات وكثير من هؤلاء المتحدثات باسم النساء والسلام وما إلى ذلك. يعني نعم. المرأة أستاذة زعفران، المرأة تهجر ويفجر بيتها ولا نجد صوت لها هؤلاء النساء. يعني وجدنا من الناشطات من لديها مناصب في الأمم المتحدة لم تتحدث عن تفجير جثة الطفل وأمه تحتضنه. نعم. قالت طلبت من الميليشيات الحوثية أن تأتي لحمل جثة ابنها والذي تم زراعة الألغام فيه ثم تفجيره. يعني لم نجد لهؤلاء النساء أي صوت، وكأنهم نعم. أصلا لا يروا أبدا. نعم. هناك أستاذة زعفران، ويكون في علمك ربما هذه هي فرصة لأتحدث عن شيء حدث لي، يعني لو لم تكن تجربتي الحقيقية مع مجموعة من هؤلاء النساء لما تحدثت عنه. كنت في أحد الجروبات التي هي أصلا جروبات معنية بالسلام وبالمرأة، عندما شاركت بعض القصص وبعض الحكايات للنساء، طبعا قاموا بإزالتي كون هذه المناظر بشعة. تخيلي أن تكون أصلا الحقيقة بالنسبة لهم بشعة، حقيقة وإجرام الميليشيات الحوثية بشعة، يعني أن يقوموا بالنظر إليها، لكن ربما هم يريدون أن نتحدث عن شيء آخر فيما يتعلق بالمناصب والكوتا والأشياء الأخرى في وقت الدولة فيه تنهار وتحتاج لأن تقوم من جديد. نعم. طب أستاذة زعفران، هناك من يرى أن مشكلة عدم تمكين المرأة من الوصول إلى مناصب سياسية معينة عبر الانتخابات يمكن تجاوزها عبر التعيين، هل هذه الطريقة من وجهة نظرك تساهم في وصول المرأة إلى مستوى صنع القرار؟ طبعا هي ربما
تساعد، ولكنها لا تساهم أبدا بأي شكل من الأشكال، لأن من يقوم بتعيينها قد يكون حزب، قد يكون وزير، يعني له توجه معين، ليست كما تكون يعني الانتخابات، يعني عندما تكون يكون الوصول عن طريق تعيين أو بقرارات سياسية، فشيء طبيعي أنها ستكون بنفس الطريقة مثلها مثل الوزير، يعني مثلها مثل أي أحد آخر، يعني ستكون صوت للحزب، يعني أنها في الأخير ستكون حاضنة لآراء وتوجهات الآخرين وليست صانعة قرار حقيقية. نعم، ثمت شبكات نسوية جديدة نشأت خلال فترة الحرب تسعى إلى إشراك المرأة في المفاوضات وعملية بناء السلام وتعزيز صوت المرأة اليمنية في المحافل الدولية. كيف تقيمين دور هذه الشبكات؟ هذه الشبكات هي التي تحدثت عنها سابقا، ربما أنا يعني أتحدث بإسهاب. للأسف يعني دور هذه، كثير من هذه الشبكات ليست كلها، يعني دورها مشبوه جدا، يعني أنها تأخذ اليمن إلى مربعات أخرى وتهمش تماما القضية الحقيقية والاحتياج الحقيقي للنساء، يعني احتياجهم. مثلا على سبيل المثال، لم يتحدثوا في يوم من الأيام على أن الميليشيات الحوثية عبر 7 سنوات حرمت جميع النساء الموظفات من حقهم في الراتب، وانتم تعرفون ما معنى الجانب الاقتصادي ومعنى ان يحرم الانسان من حقه في الراتب. وعندما انت تهمش المراه معناته انك همشت اسره، همشت طفل، همشت يعني خصوصا النساء المعيلات، يعني اصبحت المراه في أسوأ حالاتها وفي أسوأ ظروفها في اليمن. نعم، إذن الأستاذة زعفران زائد، عضو الهيئة الاستشارية في وزارة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا على مداخلتك وأهلا وسهلا بك. مشاهدينا، بعد هذا الفصل القصير سنكون مع آخر فقرة من حلقتنا لهذا اليوم، فكونوا معنا. أهلا بكم في آخر فقرة من عين على اليمن، وهي ببساطة: فعلا وبكل تأكيد الحياة لا تقف على أعتاب أحد. مهما فارقت ومهما أنهيت الكثير من العلاقات ومهما واجهت في حياتك من مصاعب وتحديات، بدون شك شئت أم أبيت ستستمر الحياة مهما حدث. فعندما تنتهي علاقة ما في حياتك لا تفكر بها كثيرا، دعها وشأنها، فقط انظر إلى المستقبل وما يحمله من خير كثير لك، بل وما يحمله من أناس آخرين سوف تجدهم بجانبك أمد الدهر. قد نواجه في الحياة العديد من المطبات التي تجبرنا في بعض الأحيان أن نقف للحظة أو لوقت قصير نفكر ونتأمل بها وبأسبابها قليلاً من شدة صعوبتها، وربما تجعلنا نضعف ونحبط أمامها، ولكن الله سبحانه وتعالى وضعها في طريقنا لحكمة، حكمة تقودنا لمعرفة ماهية هذه المطبات والتي قد تكون على هيئة بشر. فعندما يتساقط بعض البشر من حياتك، إياك ثم إياك أن تحزن وتظن أن رحيلهم عن دربك خسارة. على العكس تماما، قد يكون رحيلهم مكسبا حقيقيا ونعمة من رب العباد، وقربهم منك ووجودهم بحياتك قد يكون منعطفا أو بلاء ربنا نجاك منه وأزاحه عن طريقك. فاطمئن، كل المواقف الصعبة التي مرت وتمر وستمر عليك أو الناس الذين لم يبقوا معك حتى الآن، كان مكتوب لهم أن يعلموك درسا في حياتك ولا يكملوا مشوارهم معك. نحن لا نرى ولا نشعر ولا نعلم بأن ذلك سيحصل، والسبب حبنا وخوفنا وحرصنا على بقاء هؤلاء في تفاصيل حياتنا جعلنا في غفلة وفي سبات عميق عن معرفة حقيقتهم، وكأن مشاعرنا تجاههم وتمسكنا بهم أعمى بصرنا وبصيرتنا. لكن إذا فكرت لبضع ثواني في المواقف التي واجهتك والأشخاص الذين تساقطوا من حياتك واحدا تلو الآخر وتركوك، ستدرك تماما وستجد نفسك وإنك تعلمت الكثير
منهم، وربنا وضح لك حقيقتهم بل وعوضك عنهم بأشخاص أفضل منهم. فلا تقف كثيرا عند كل مطب وخسارة، تحديدا خسارة البشر، وتذكر دائما وأبدا أن ربنا موجود وتعويضه لك نهره لا ينضب، والدنيا لا تقف على أحد، والحياة تستمر كما كانت وربما أفضل وأقوى مما كنت عليه. فكل ما يمر عليك هو عبارة عن تجارب تقويك وتشد من بأسك وتعلمك وترشدك إلى أناس وحياة أجمل وأرقى. وببساطة الحياة لا تقف على أعتاب أحد، لولا الخسارة والمطبات التي قد تكون أحياناً على هيئة بشر لما علمنا من هو الخير الذي يستحق أن يكون في تفاصيل حياتنا بسرائها وضرائها، ومن الذي يستاهل أن نقول له البقاء لله وحده. توكل على الله، لا نريدك. في أمان الله.